رحلوا رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوبا إهادي وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قدح زنادي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأنوح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء يعني خالية موحشة وين هالدار اللي تسمع العبادة قراءة القرآن الوفاد ما يقطعون المجيء لها يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء عراس بني النبي الهادي لما شرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد شال العائلة كلها الحسين صغار كبار نساء ولم يبق في المدينة إلا على العليلة حزينة عليلة ما أدري تتحمل علة المرض لو علة فراق الحسين والأحبة توسلت بالحسين خذني وياك أبويا ما نعها الحسين تروح إلى من منه عزيز عند الحسين تعلقت إبة هذه تعلقت إبة تقول لأني وداعتك يا عمي ساعدني 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 خلي حسين ويضعون ياخذني تقول له برد خاطري يا عمي يا عباس ما أقدر أظل مكمودة الأنفاس لا تخلوني وحدي مالي عزوة وناس عن حسين أبويا لا يباعدني عمي أنخلافكم أنخلافكم تتوقع أغفى بليل
لا والزهرة أمي بس عذاب وويل أخاف تروح عيني بس أبويا يشيل عن حسين أبويا لا يباعدني. كلهم ترجلوا من على الخيول أحاطوا على العليلة قامت تدور عليهم واحد بعد واحد ودمعتهم على خدهم وكلهم ينظرون إلى الحسين تقول متعجبة منكم يا فرسان الحمية كلكم غيوري انشيمكم هاشمي نشف يا عمي دمعتي والتفت ليا خاطب ابويا لا يخليني قال لي يا اخويا هل بكى والنوح فتني وبنتك تراهي هل عليلة ذوبتني قال له شسوي وكتبت الله قيدتني ما اقدر اشوف دموع بخدها سكيب ليش عاد ابو علي قال هذه ما هي مكتوب تتودى هدية ولا هي اخويا من سبايا الغاضرية ردي ابويا وردتك غصب علي وطلبي من الله يعودنا لديار طيب ردت بلهفتها وساق الضعن عنها نوب تقوم ونوب توقع من حزن من رجعة اخوتها وابوها انقطع ظنها وتصيح راح حجاب صون من نجيب راح الأبو عني قالت ردت وقفت السايل على الباب الله الله يعود أهل الذي بالسفر غياب ويرد أبو حسين ضن وداحي الباب وتشعب أنوار نواحي أرطيب